أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأبوة الإيمانية أقوى وأوثق من الأبوة النسبية، فأنا أحب العلماء أكثر من محبتي لأقاربي مثل أبي وأمي وأدافع عنهم، فهل أكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب؟ نعم، المرء مع من أحب. إن أحببت المؤمنين فأنت معهم، وإن أحببت الكفار فأنت معهم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.